بيوت حقت مواطنين رفعوا بلاغات قالوا بيوتنا دي فيها دعامة، رفعوا الإحداثيات وشهادة البحث وصورة من شهادة البحث ورقم التلفون وبيانات الزول، قاعدين يرفعوها لناس المسيرة. يا جيش هاي السلام عليكم يا أخي، البيت اللي في الناصية ده بيلو ده بيتي، إثباتك والله ده واحد اثنين ثلاثة بدي الإثباتات، وفي دعامة دي الصور حقتهم دي شهادة الجيران وكده، رسلوا المسيرة تأكدوا الجيش ما بيضرب سيف. قمنا ضربناهم قاموا طلعوا ناس خليفة حفتر قالوا قتل المدنيين. يا أخي ده دعامة، لابسين هدوم ملكية لكن دعامة. لا لا بعدين الجيش قام وقف العملية دي، بقى في استهداف للقوات المسلحة انها بتقتل المدنيين. فالجيش قاعد كده قال يا اخي اسمع الموضوع ده وقفه، خلاص ننتظر الدعامة يطلعوا لنا برا البيوت. مشينا قاعدين حارسين لهم في السوق المركزي، الدعامة عملوا سوق وآمنين ومطمئنين وجابوا حكامات وشغالين يبيعوا في عرباتنا ويضربوا بالرصاص في الشارع. نزل الفيديو دخل المواطنين يشوفوه يا غسان، بيضربوا بيشتروا بالرصاص، بيضرب ثلاثة طلقات معناها اتفقنا، ما عارف طلقتين معناها يا اخي فاوض، بيضربوا في الرصاص وسكرانين وبيعوا في البنجو علني تحت الكوبري ده ذاته. الكوبري حقنا البنينة بقروشنا احنا دافعي الضرائب يا محمد الفتي. قام الجيش قال خلاص يا اخو نزل طلعوا علينا برا، ودي حته عسكريه والناس كلها عارفه ان جنوب الخرطوم تحت الكوبري ده قاعدين فوق دعامه. جابوا الفيديو امبارح، الجيش ما عنده طريقه يتهرب، احنا قاعدين ساكتين كده. حسب المعلومة واستيفاء المعلومة قام الجيش مشى بلاهم، طلعوا الاخوان ديل قالوا لك لا اخي كيف تضربهم برا البيوت؟ عمل الخاص عليك لا قفلوا خلاص، سلام عليكم لا لا خلاص وقفنا، يعني نحارب كيف يعني؟ ندقون جوا البيوت تطلع علينا زينب؟ لا 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 تدقون جوا البيوت الامنة، هم دخلوا حاربين، ندقون برا في الشوارع يا اخي، ده شارع ده منطقة عسكرية بقت، ده كوبري استراتيجي قاعد بتعدي شنو يا اخي؟ انت دعامي شايل كلاش، انا مصورك وراصدك والفيديو انت رافعه براك، رافع الفيديو تحت الكوبري بتبيع في البنجو، شايل كلاشات شايل عفش الناس. لا 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 بتضربون هناك انها مجزرة يا اخي، الاجزر ميتين كون يا اخي، نحارب كيف يعني؟ ندقون وين الناس ديل؟ ندقهم وين؟ وريني معسكرات الدعم السريع مروا خلوه عردوا. نعم ما عندهم معسكر فيه راجل قاعد، والله ما عندهم معسكر واحد فيه راجل قاعد. الحتة الوحيدة اللي بيقعدوا فيها معسكرات الجيش ما بيدقوا ولا ايتوا معسكراتنا. نعم الطوبة في المعسكر ده اغلى من الدعامة وابوه ابو ابوه، ما تضربوا اليرموك، ما بنضرب اليرموك حقتنا ولا ما حقتنا هي، اقعد فيها انت. ما تضربوا الموحد جبله، ما بنضربه، مش فيه دعامي. الطوبه المبنيه دي مبنيه من سنه 42، نخسر ده طوبه، انتوا عارف الطوبه زمان دي تعرفوا؟ ده الثلاثة المدمار حقها ذاته حسي بالمناسبه ذاته ما قانوني، ما قانوني ذاته، انا اكسر الحيطه ده عشان دعامي؟ لا بجد يعني انت الدعامي ده زول؟ الدعامي ده يا اخي اسمع، احنا شعارنا له كالاتي: الدعامي هدف عسكري، اينما وجد قتل. والحول ناس، لا والله احنا شعارنا واضح يا اخواننا، هو يا شعب السوداني من الليله تسمع العربي النجيب ده. امرقوا من الضعين يا جيش مرقنا، ما الوصل كاتي خلاص خير. امرقوا من نياله مرقنا، امرقوا من سحبها مرقنا يا زول. لكن تسمع العربي ده كلك كده، اي سوداني يفهم العربي ده. الدعامي هو ذاته هدف عسكري. ما الحته اللي قاعد فيها؟ بس انت لو جيتوا دعامه قاعدين مثلا جنب الكوبري، قليل الدعامه ده قاعدين في بطن البرهان، حنبل البرهان والدعامي. الدعامي هو ذاته هدفه، مش الجامع حنبله، مش المستشفى حنبله، مش حنبله، الدعامي هو هدف عسكري. يا اخي لكن ده ما قاعدين تحت النفق، عندنا الامكانيه والسلاح نخش له تحت النفق، نخليه ما بنخليه. ما حنخليه. الدعامي في نفسه هو هدف عسكري، اينما وجد قتل، بس نط عربي انتهى. قاعد جنب ناس حنبله، قاعد جنب ست شاي حنبله، قاعد جنب ست اكل حنبله. العربي ده واضح؟ ما تيجي تقول لي ومدنيين وما مدنيين، احنا الدعامي الكتنة ده ما عارفين انه ده ورانا الفيديو حقه قدام القيادة العامة ده من نيجيريا، ولا ده ورانا الفيديو حقه بتاعه ده من تشاد، ولا ده ورانا الفيديو حقه جاي من الجنوب، ولا ده ورانا الفيديو حقه جاي من فاغنر. اجنبي ولا ما اجنبي؟ اجنبي حنبل ميتين وذاته. العربي ده واضح هاي، انت بيوديك تتخافف جنب الدعامي شنو؟ ما لاقين ناكل، ما تمرق زي الناس المرقوا. او خليك زول مستنفر راكز، نقطة عربي انتهى. حاسس السودانيين دول قاعدين يشكوا؟ لا، قاعدين يتبكوا؟ لا، قاعدين يقول لك اكل ما اكل؟ لا، قاعد تشوفهم متحاومين في سوق الدعم السريع؟ لا، بتمشي هناك هاي دار الرخيص، هاي الرخيص بنوريك له. انت ما دار الرخيص؟ ايوه بنوريك له، ما تجوا بالواطة ما بنجيب الواطة. احنا الجيش ده نجيب الوطن، نجيب السماء، نجيب البحر، نجيب الجن، نجيب
ده موضوع بيخصنا احنا، انت عملت العملة هيتحمل نتيجتها. يومك اللي احتلت بيت المواطن، يومك اللي سرقت عفشه، يومك اللي انتهكت عرضه، يومك اللي بتبيعه ليه، بتبيع في اموالنا واعراضنا قدامنا في السوق المركزي، صح؟ بتبيعها قدامنا في السوق المركزي. احنا ما سألناك لما نجيك بطيارة بسخوي ما تفك لنا الريمم ديل اللي هم الان بيحاولوا يعملوا في حاجتين خطين. الخط الاول شغل المنظمات إدانة وتجريم الصفحات الداعمة للقوات المسلحة، قاموا سموها ديل المؤججين للحرب. الخط الثاني احنا تعالوا نستهدف الطيران ده ونقول انه الطيران هو الدعم السريع قاعد في البيوت وما بيطلع منها لانه الطيران قاعد يستهدفهم. ده من الحيوان اللي قال الفكره دي. والله يا اخي توقع ان تخصفوهم ده تشكون لمنه. احنا يا اخواننا كجيش ما بتشكينا، احنا القياده العليا حقتنا في السودان ده الله. نعم؟ احنا القياده العليا حقتنا الله، ده تشكينا لمنه. الله قال لنا انفروا، الله قال لنا دافعوا، الله قال لنا جاهدوا، الله قال لنا كده. احنا قاعدين نشتغل بتعليمات من فوق الله. دار تشكونا لانه اكبر من الله في منو يا زول؟ ما في. دار تشكونا لامريكا؟ ايوه، عندكم 1300 طياره قامت من الخليج ده مشت ضربت غزه. العربي ده ما واضح. اي عملتوا 1300 1036 غاره من ضمنها مستشفى ماتوا فيها 500 ضربه طيران. وحس عديل التحقيقات اثبتت انه حماس ما عندها قياده تحت، احنا ما بنجيب القضايا ونجي، انت بتعرفوا الاحراج. قدرت تشكون لمن يعني؟ امريكا هيديك موقف الاكبر حامل الطائرات على بعد 4 كيلو من غزه، غزه بجاية مع البحر عندها 4 كيلو، هي غزه كلها 300 كم 30 كيلو متر مربع، مدورين فيها بل البل. قدرت تقولوا شنو؟ هيديك مستشفينا وضربتها كم مره؟ يا اخي النوخة اللي القضية بتاعت الجنينة دي ضبحتوا الوالي، الموضوع انتهى. نعم، انت ضبحتوا الوالي. شنو ضبحتوا الوالي والإدانات اللي قالها فوكلر. تصنيفات الكونجرس للدعم السريع ما تيجي الليلة يا زينب تقول لي يطلعوا من البيوت، اطلع روحك ان شاء الله. ما تيجي تقول لي يطلعوا من البيوت، يا اخي الكونجرس قال يا اخي عبد الرحيم ده مدان وارتكب جرائم ومنها إبادة جماعية. انت ما تيجي تقول لي يطلعوا من البيوت يا اخي. حلفاء الدعم السريع دارين شنو حاسين؟ احنا والله يا اخواننا الكلام ده بنقوله واضح. اي الدعامه في روحه هو ذاته هدف. ما العربيه الراكبه، العربيه العسكريه هي هدف يا صرفة لو شفناه. لا 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 لا، الدعامه ركب عربيه مدنيه بنبله، ركب عربيه عسكريه بنبله، ركب عجله قاعدين. انت لما نجيب لك صوره الدعامه راكب سكوتر ولا راكب عجله ولا رابس باروكه، الفكره شنو انت عندك؟ والله دار تورونا يعني جرائم لا لا ما دار نوريك الجرائم، دار نوريك انه ده دعامي قاعدين نكشف وهو بيحاول يتنكر يبقى زول وما زول. الدعامي ما زول، لبس توب ما زول، لبس باروكه ما زول، حلق ما زول، مشاعريان ما زول، لبس هدوم نزاته بتاعت الكاكي بتاع القوات المسلحه قاعدين نكتشفهم ما بتيجي فيهم. قاعدين نكشفهم كثير، قاعدين يخشوا حتات لابسين كاكي بتاع دعم سريع، الناس المواطنين طوال يقول لك اسمع جونا دعامه والله لابسين هدوم الجيش، دقوا الناس يا صاحبي وسرقوا البيوت وركبوا العربات زاد حق بنعرفكم بنبلك يا زول. انت 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 الهدف، انت احنا بنفتش فيه قاعدين نكتل فيكم. الزول قال الى متى يستمر الطيران في قصف؟ انا قلت له الى ان ينتهي اخر دعامي، ايه رايك في اجابتي دي؟ وطيران طيراننا مستمر لغايه لاخر دعامي. طيب انتوا كده احنا ما حنبلون الا طيران. والرساله دي ليه زينب تصلك وتتعداك وتصل عبد الرحمن المهدي وتصل صديق الصادق وتصل حزب الامه، حتدقون بشنو؟ طيران بس. نعم طيران بس، والما عاد باللي يلبس كاك وينزل الوطن يورينا العمل البري ده كيف. الواحد طالب لجوء باسم القوات المسلحة، قال القوات المسلحة تستهدف وتهدد حياته، مش طالب هناك لجوء. انت ما دعامي بيصرف عليك الدعم السريع، ما تلف وتدور. واذا صرف عليك حزبك فحزبك بيصرف عليه عبد الرحيم، وحسي حتظهر وتتكشفوا حتيجوا تشاركوا في الحكومة بتاعته دي، ولكن بالنسبة لنا اهداف عسكرية من هنا وليه قدام، والناس تسمع والعربي ده ما عندنا غيره. العربي ده واضح، الدعامي هو ذاته هدف عسكري، محل ما تواجد فالدعم السريع هو هدف عسكري. الدعامة في نفسه، انت جنبه والله تتحمل مسؤوليتك، بيتك جنبه تتحمل مسؤوليتك، عربيتك جنبه تتحمل مسؤوليتك. واحنا والله الدعم السريع ده بالنسبة لنا هو ذاته هدف عسكري. دعامي نايم بالنسبة لنا هدف عسكري.
صاحي هدف عسكري، ماشي هدف عسكري، قاعد بياكل هدف عسكري، قاعد في السوق هدف عسكري، قاعد مع ناس هدف عسكري. انا والله الحول ده ما شغال بهم، نعم ما شغال بهم، ما شغال بهم.